السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ احوالكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. فيديو جديد ونهار جديد، الفيديو اللي كيعجب الفيديوهات اللي كيعجبوكم البنات هي هذا الفيديو هذا اللي غنشارك معكم فيها اختيم مشتريات وتنظيف ومنظمات اللي زوينين، فيه غديوه سهله، فيه بزاف ديال الحويجات، فيها اختي اهم حاجه اهميزات اللي كيعجبوكم ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم بارطاجيو القناه. يلا اختي نخليك مع الفيديو. حاجه البنات غادي نبدا لكم بالفيديو هي هاد الحيله اللي ما كتخطانيش. هاد البنات هاد الكريب هذا اللي كنوريكم، ممكن انت ديري اختي اي كريب كيصدق لك، ولا بغيتو نشارك معكم ديالي مرحبا. اهم حاجه البنات هو منين ديري الكريب ديريه في بواطه وغطيه مزيان، وكيبقى لك اختي في الثلاجه حتى لربع ايام البنات، ما كيخسرش فين ما كنبغيه، ولا بحال هكا في الصباح كنبغي نفطر بنياتي قبل ما يمشيو كنوض دغيا زربان خفن اختي كنطيبو دغيا دغيا ما كيخسرش. واللي بقى لي اختي كنسد البواطه، ضروري تكون كتسد مزيان، ونردو اختي للثلاجه، ومنين نبغيه عاوتاني هكا كنلقاه موجود وما كيخسرش ليكم البنات نهائيا. وكما كما كنعرفوا الوليدات الصغار كيموتوا على الكريب. وهنا البنات من بعد ما طيبت الفطور، من بعد ما طيبت الكريب ديالي، غادي نوجد الطبيله ديال الفطور انا وراجلي. هنا كما كتشوفوا البنات حطيت هاد العيبات هادو ديال المغرب. الحاجه اللي بغيت نشارك معاكم في هاد الفطور هذا هو هاد العصير اللي كنشاركو مع البنات في الانستغرام. هاد العصير البنات كناخذو من سامس كلاب، غزال البنات فن، يعني معصور على اليد زوين البنات، كيدير ما بقيتش عاقله في حقيقه شحال كيدير، شي 8 دولار. ومن بين الحوايج البنات اللي كينفعوني هو انني كنجمع كوزينتي ديما كنقولها لكم، وكنجمع البنات الصالونات. الحاجه اللي ما غتوصلوش ليها جمعوها قبل ما تنعسوا، هكا اختي منين تفيقي كتفطري على خاطر خاطرك، وكتمشي لقرايتك وخدمتك، ولا شوفي انت شنو كديري، وانتي بالك مرتاح، يعني محيدة عليك واحد الشغل. ان شاء الله البنات روتينات جدادين ان شاء الله غنشارك معكم، حيلوا افكار اللي غادي تنفعكم بزاف، وشنو انا كندير في شغلي حتى كتبقى ليا داري مجموعة ومرتاحة. وهنا كما كتشوفوا البنات غادا بكم الكوسكو. كوسكو البنات هميزات زوينين غادي تشوفوا معايا، وحويجات اللي البنات بزاف ما كيعرفوهاش. يلا هو معايا الكوسكو. اول حاجه غنبدا لكم بها هي هاد الهميزه اختي، كما كتشوفوا هاد الكويشات كنلقاوهم غاليين في هوم جود ولا اي بلاصه. هنا دايرين ليهم 13 دولار البنات، خديت اللوينات كاملين ان شاء الله دابا نوريهم لكم في فيديو جديد كيفاش كيجيو، ولا مشيتو غير خذوهم. هنايا دايسون او دايزن في 15 البنات اللي عندي اللي ديما البنات كيسولوني عليها، ها هي اختي حاطينها ب 500 وشي حاجه، 560 دولار البنات، ثمن زوين. انا كنت خديتها غلا من هكا، ولكن اختي ثمنها يستاهل البنات، الزوينه اللي باغا الفاكيوم تمشي تاخذها. هنايا البنات بغيت نشارك معكم هادو ديال ستاليستيل فنين البنات اللي خديتهم، كيديروا 25 دولار، غتبقاو معايا نوريهم لكم في فيديو. وهنا البنات وهنايا بغيت نشارك معكم هاد اللحم اللي حلال في كوسكو، وبالاخص هاد الكوتليت اللي كيجيو فنين، غير خذوهم على ضمانتي كيجي ولدادين. انا جربت الكوتليت بزاف وجربت اللحم عند العرب، ولكن هادو غير سيرو، وخذوهم وجربوهم وردوا عليا الخبر. انا طيبتهم غير في الاير فراي وجاو ولدادين. ان شاء الله نشارك معكم الطريقه مره الجايه ان شاء الله، كيجيو ولدادين بواحد التتبيله خطيره. هنا كما كتشوفي معايا اختي جيت للدار، هنا بغيت غير نشارك معكم كما شفتوا معايا هاد الماركه ديال هاد الكوامل، الا لقيتوهم اختي غير خذوهم فنين. انا جربتهم البنات، عاد حطيت لكم الفيديو، ما كيلصقوش والقاع ديالهم زوين، وهما ديال الالمان وديال ستاليستيل، يعني كما كتشوفوا ماركه فن البنات غزالين، غير خذوهم.
انا البنات قبل ما كناخد شي حاجه كناخد الحاجه اللي خاصاني في الدار، ما كنبقاش غير كنشري في الكوامل ونشري في داك الشيء ونحطو. هذاك الشيء هو اللي كيخلي لك الكوزينه اختي مرونه. وهنايا غادي ندوز كما تشوفي، غادي ندوز اختي نظمهم بواحد المنظمات اللي زوينين ودايراهم انا في بزاف ديال الحوايج في الكوزينه. كما كتشوفي اختي انا ما خديت هاد الكوامل حتى الاخرين قدامو فصافي حيدتهم. هنا البنات ديما كنصحكم بهاد في المجوره ديالكم ديروا هاد البلاستيك، هاد البلاستيك اختي كيخلي لك المجوره نقيين. واي بلاصه انا دايراهم في كوزينه كامله البنات اللي قدامين رانا عارفين راهم عارفين يحافظوا لك كما قلت لك على الخشب. شوفوا البنات تقولوا يلاه سكنت في الدار يعني الخشب باقي نقي، يعني كنمسح هذاك الكافر هذاك ديال البلاستيك كنفاكيوميه وكنمسحو وعاد ديك الساعه اختي كنردو. اما لا كان موسخ كنغسلو، ما كانش موسخ رانا غير كنمسح بشويه ديال الخل وزويف وكنعاود نرد كل شيء. وهنا اختي هاد المنظمه العجيبه اللي دايراها بزاف ديال الحوايج في الكوزينه ان شاء الله كل مره نشارك معكم قنيه. هادو البنات زوينين خديتهم من ايكيا وما كياخذوش لك البلاصه يعني في المجر كما غتشوفوا. خديتها انا وحطيتها هنايا ودرت فيها اختي الغلايق ديال الكويملات والكاسرونات اللي خديت والكوامل البنات والكاسرونات. غادي ندير وحده في وسط وحده هكا غيبقى ليا غيبقى ليا سبيس في المجر وهكا غادي يقدني المجر كامل باش نحط فيه المويعنات كاملين. وكان هذا اختي هو الشكيل ديالهم. كيفاش جاوك اختي؟ كنتمنى نكون عطيتك فكره حتى انتيا. ولا عندك اختي شي مجر مرون سيري اختي وشري ديك المنظمه راه نافعان يا البنات. وهنا البنات غدا نشارك معكم هذا المجر الثاني اللي غننظموه حتى هو بطبيعه الحال. هنا البنات كما كتشوفوا بغيت نشارك معكم هاد الشبيكات قبل ما نلوحهم. كما كتشوفوا ما ننصحكش اختي تشريهم، الحاجه ديال الصباغه ما عندك ما ديري بها كتصدى البنات وما كتبقاش زوينه. من الاحسن اختي شري ستالي ستيل، هادوك هما اللي كيبقاو معاك مده طويله وما وصحيين البنات، ما كتحتاجيش كل مره تبدلي حاجه. وهنا البنات هادو هما المويعنات اللي خديت من كوسكو وخديت البنات حتى الكويشات اللي قلت لكم ان شاء الله غنشاركهم معكم مره اخرى. ما بغيتش نشارك معكم دابا والفيديو يجيكم طويل. المهم اختي خديت هاد الشبيكات كما كتشوفي ديال ستالي ستيل اللي زوينين البنات وغيبقاو معكم مده طويله وما تحتاجيش اختي تشري كل مره حاجه. ما عقلتش البنات واش خديتهم ب 24 دولار، يمكن فيها ثلاثه ديال البياسات، وحده كبيره والمتوسطه والصغيره. ومن بين الحوايج اختي اللي كتكوني مرتاحه بهم في الكوزينه هي كل حاجه تكون شاده بلاصتها. كما كتشوفي معايا انا هاد المجر درت فيه الشبيكات اللي كنحتاج هكا منين نبغيهم نمشي ليهم نيشان. هنا حطيت الشبيكات اللي شريت معاكم كما كتشوفوا، وهنايا البنات حطيت واحد الشبيكه اللي تحت منها ودرت هنايا الشبيكه اللي كندير فيها كنغسل فيها الخضره، وهنا درت واحد السوبيرات ديال الدجاج اللي كنحتاجهم للفران. مشتو معايا البنات هاد البواطات اللي زوينين في الحقيقه حتى هما ديال ستالي ستيل اللي كيكونوا بالغطايات ديالهم. شحال من مره اختي كنشرملو شي حاجه ولا كنديرو شي شلاضه ولا شي حاجه وما كنلقاوش ليها اختي الغطاء ولا كنخصنا نقلبو على سالوفان، فهادو جاوني عمليين فيهم ربعات البياسات وبالغطايات ديالهم كاملين. وزيدي ليها الحاجه اللي عجبتني هي هاد الحكاكه اللي ديال ستالي ستيل تا هما، كتخشيها في هاد اللعيبه كتحيدي الغلاقه وكديريها الوسط منها بحال هكا وكتحكي اختي وكتشرملي الحاجه مثلا دجاج ولا كفته في نفس الحاجه، كتحيدي غير ديك الحكاكه كتغسليها وكتسدي اختي هذاك
هذيك اللعيبه كيجوا فيها البنات ثلاثة ديال الريوصه ديال الثومه ديال البصله ديال اي حاجه، وهنا كما قلت لك ملي كتسالي كتسدي الغلاقه ديالك وكتدخليهم الثلاجه. عجبوني البنات، واللي بغاتهم تمشي تاخذهم من كوسكو. وهنا كما كتشوفوا هادو راه كانوا قدامين عندي، وهادو البنات الجداد كما كتشوفوا. والحاجه باش ما كتشدش ليا البلاصه كندير وحده في بلاصه في وسط وحده، والغطايات البنات كنديرهم في الجناب. هكا كيكون عندك اختي كلشي في بلاصتو، وحتى الحكاكات حطيتهم حداهم كما كتشوفوا. وجا في الحقيقه مجير زوين، كنفرح البنات ملي كنلقى كلشي في بلاصتو. وهنا البنات غادي نشارك معكم، بما انه اختي نهار ديال التقضيه ونهار ديال بزاف الحاجات، فغادي نديرو اختي غديوه ساهله ماهله. هنا اول حاجه غادي نبدا لكم بها هي واحد الزعلوك اللي كتجي غزاله البنات، وكتقدر تبقى معنا في الثلاجه حتى 4 ايام ولا 5 ايام. هنا خدي الدنجاله البنات، الدنجال عندنا كبير هنايا في ميريكان. خدي دنجاله ولا جوج، شوفي انت شحال غيقدك، وخدي جوج فلفلات، وحده غنديرها شليضه وحده غنديرها في الزعلوك. وهنايا خديت لاصوص اللي درت فيها مطيشه والقزبر المعدنوس شويه بالزيت والثومه والملحه والبزار والكمون والتحميره، غير شويه الكمون. واللي كيزيدها البنات للذا هي هذاك الحامض مصير مرقد مقطع، وشويه البنات ديال الزيت البلديه، وشويه السودانيه اللي كيبغيها حاره. بالنسبه اختي الزيت البلديه تكون شويه بالزيت، انا هنا درت الزيت ديال المغرب. وهنايا كما كتشوفوا غادي نديرهم فوق البوطه ونخلي كل شيء تقلى. منين هنا تقلات لينا المطيشه ولاصوص ديالنا مزيان، فانا كنزيد عليها الفلفله اللي شوينا ونقيناها. ومنين البنات نشوفوا لاصوص ديالنا شربات مزيان، غادي نزيدوا الدنجال اللي غننقيو وغادي نمعكوه مزيان، وغنزيدوه على لاصوص ديالنا ونخليوها البنات يتشرب لينا ديك لاصوص وحنا كنمعكو فيه شويه حتى يتزعلك لينا اختي مزيان كما كتشوفي. هنا البنات الحاجه اللي كنزيد انا الزعلوك هي الزيتون البنات، ما نعاود لكمش الزيتون مع الحامض مصير والزعلوك، ما نعاود لكمش البنات على مذاق كتعطيها. غير جربيها اختي وردي عليا، اللي كلاها عندك غادي يسولك شنو دايره فيها، كتجي البنات خطيره. وهنا من بعد ما ضفيت اختي على الزعلوك، وهنا البنات القطبان اللي ديجا عندي موجودين. ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نشارك معكم افكار اللي ديال السيمانه كامله ان شاء الله. وهنايا كما كتشوفوا درتهم طابو في اير فراي. هنايا الباربه اللي كتكون ديجا مسلوقه عندي ومخليها اللي كتبقى معايا مده سيمانه، قطعتها ودرتها شلاضه مع البصله والمعدنوس والبطيطه ديال المعدنوس والبصله اللي كتجي لذيذه، والشليضه اختي ديال البصله ومطيشه وفلفله. اما الزعلوك البنات كما كتشوفوا جات خطيره، كتجي زوينه البنات. منين تبقى لكم البنات الزعلوكه خذوها وديروها في بواطه ديال الدجاج بطبيعه الحال، وديري عليها زويته بلديه من الفوق وسدي عليها، كتبقى لك حتى الخمس ايام. وهنا البنات رافقت هذاك اللحم ديالي مع شويه الكبده مشرمله، ورشيت عليهم اختي شويه البصله والمعدنوس اللي كتعطيهم واحد اللذه البنات للشواء، ما نعاود ليكمش كيتجي لذيذه. اما اختي الزعلوك كما كتشوفي كتجي خطيره البنات، زوقتها تما حامض مصير وشويه المعدنوس، وهنا الشلايط ضروري من الخضره في الغداء. وكانت هذه هي الغديوه ديالي، كنتمنى تكون نال الاعجاب ديالكم وعجبكم هذا الفيديو، خديتو منه افكار. ان شاء الله الى عجبتكم القناه ديما دعوه ديال الخير، وبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا. الى فيديو قادم ان شاء الله، بسلامه. الفيديو الجاي ان شاء الله فيه بزاف ديال الحوايج، كونوا في الموعد. بسلامه عليكم.